السلام عليكم في فيديو اليوم راح نستعرض لكم ابرز الالعاب اللي راح تصدر في شهر اغسطس هالشهر بيشهد تواجد عدة العاب مميزة ومتنوعة اللي تبي لها مكان بعيد عن زحمة العاب الربع الاخير من السنة Fast and Furious Crossroads لعبة مطاردات السيارات المبنية على سلسلة أفلام فاست المشهورة، اللعبة بيكون فيها الكثير من المطاردات الشيقة والمجنونة مع سيارات عليها أسلحة، وفيها لحظات قتال شرسة ضد السيارات الأعداء في بيئات متنوعة، وراح تدعم اللعب على الشبكة في طور ثلاثة ضد ثلاثة، اللعبة قادمة للبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي في 7 أغسطس. هورايزن زيرو دون، اللعبة المميزة من استديو غوريلا جيمز، توصل أخيراً إلى أجهزة البي سي. اللعبة بيكون فيها كل الإضافات اللي صدرت لنسخة البلاي ستيشن 4 وراح يكون فيها مزايا خاصة بنسخة البي سي من فريمات مفتوحة وخيارات تخصيص التحكم والانعكاسات المحسنة وأخيراً دعم الشاشات العريضة اللعبة قادمة للبي سي في 7 أغسطس EA Sports UFC 4 لعبة الفنون القتالية UFC من شركة اي اي بجزءها الجديد مع عدة تحسينات في الرسوم ونظام اللعب وتقديم اساليب تحكم اسهل حتى تكون اللعبه اسهل للاعبين الجدد على هذه السلسله اللعبة قادمة على أجهزة البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 في 14 أغسطس. مايكروسوفت فلايت سيميليتر لعبة محاكاة الطيران المليانة تفاصيل. اللعبة بيكون فيها أكثر من 30 مطار حقيقي وعشرات الطيارات المذهلة والمواصفات المختلفة عليها. اللعبة بتتوفر على البي سي في 18 أغسطس. فاينل فانتسي كريستال كرونيكلز ريماسترد اديشن النسخة المحسنة من لعبة الاكشن ار بي جي من سكوير اللعبة بتقدم رسومات عالية الجودة واضافة التمثيل الصوتي والموسيقى المحسنة وراح تضيف العديد من الخنادق عالية الصعوبة لاكتشافها اللعبة بتدعم اللعبة التعاوني على الشبكة مع دعم اللعب بين الأجهزة المختلفة اللعبة قادمة على السويتش والبلاي ستيشن 4 في 27 أغسطس بروجكت كارز 3 الجزء الجديد من لعبة سباقات السيارات من تطوير سلايتلي ماد ستوديوز ونشر بانداي نامكو اللعبة بتقدم خيارات أكبر لتخصيص السيارات مع أكثر من 140 مضمار للسباق وخواص تعاقب الليل والنهار وتغيير الأجواء الديناميكية اللعبة بتصدر على البلاي ستيشن 4 والبي سي والاكس بوكس 1 في 28 اغسطس ويستلاند 3 لعبه الار بي جي الاستراتيجيه من انكزايل انترتينمنت ونشر ديب سيلفر بجزئها الثالث اللعبه بتدعم خيارات اللعب عبر الشبكه مع تقديم خيارات اكثر اثناء القصه وكل قرار سيكون له تاثير كبير على الاحداث اللعبة قادمة في 28 أغسطس لكل من البي سي والإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 كابتن سوباسا رايزر ذا تشامبيون لعبة كرة القدم الجديدة لسلسلة كابتن ماجد الشهيرة اللعبة فيها العديد من الشخصيات والفرق المعروفة من هذه السلسلة مع طور قصة وعدة أطوار مختلفة وخيار تصميم الفريق الخاص فيك واللعب في هذا الفريق في الأطوار الفردية أو على الشبكة اللعبة قادمة للبلاي ستيشن 4 والسويتش والبي سي في 28 أغسطس هذه كانت ابرز الالعاب لشهر اغسطس شاركونا باكثر الالعاب المتحمسين لتجربتها في التعليقات كان معكم نواف النغموش ويعطيكم العافيه على المتابعه ومع السلامه